الصحف الموريتانية تقرر الاحتجاج عن الصدور الأربعاء وتطالب بالشروع في تنفيذ مخرجات الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة. منطقة نجاغو بولاية ترارزا عزلة في موسم الخريف والطريق الوحيد يخضع لظاهرة المد والجزر في المحيط الأطلسي. السلام عليكم، أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل تأتيكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. علمت قناة الساحل من مصادر خاصة أن الجلسة الافتتاحية للحوار السياسي ستعقد الخميس المقبل في قصر المؤتمرات في نواكشوط، وأضافت المصادر أن رئيس الجمهورية محمد والعبد العزيز سيفتتح الجلسة المذكورة ويناقش الحوار المنتظر مواضيع من بينها تعديلات دستورية وتشارك فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، إضافة إلى شخصيات مستقلة ومنظمات من المجتمع المدني وممثلين عن الموريتانيين في الخارج، في حين يقاطعه المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة وحزب التكتل المعارضين. تقرير في الموضوع. أخيرا ستنعقد الجلسة التمهيدية للحوار السياسي في قصر المؤتمرات الخميس بحضور رئيس الجمهورية والأطراف المشاركة من الأغلبية والمعارضة. انطلاق الحوار بمن حضر ينقل الصراع بين السلطة من جهة والمنتدى والتكتل من جهة أخرى إلى مرحلة جديدة، حيث سيخرج الحوار الذي تشارك فيه بعض أطراف المعارضة بتعديلات دستورية من أهمها إلغاء غرفة مجلس الشيوخ وإلغاء سقف السن الأعلى للترشح لرئاسة الجمهورية، وهي رسالة طمأنة للمعارضة أكثر منها للأغلبية، نظرا إلى أن اثنين على الأقل من زعمائها لا يمكنهم الترشح في انتخابات 2019 الرئاسية. بفعل عامل السن هما رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد الداداه ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود بالخير، كما سيتمخض حسب المتابعين عن انتخابات تشريعية وبلدية سابقة لأوانها وإعادة تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإعادة النظر في بعض المجالس وإنشاء مجالس جهوية، إضافة إلى قضايا أخرى تساعد في ترسيخ الممارسة الديمقراطية حسب المتحاورين. مخرجات الحوار يرى المراقبون أنها ستراعي الكثير من المطالب التي يطرحها المنتدى والتكتل في خطوة تسعى السلطة من خلالها إلى تفادي مقاطعتهما للانتخابات التي ستنجم عن الحوار. خطوة إن تمت ستضع المنتدى وحزب التكتل في موقف صعب، فهما أمام خياران أحلاهما مر، إما المحافظة على الكيان من خلال المشاركة في الانتخابات واستغلال المتاح من المنابر والدخول في إطار الشرعية السياسية، وإما الاستمرار في موقف المقاطعة وهو باهظ الثمن، بل سيؤدي في النهاية حسب المتابعين إلى تفكك ومغادرة أغلب المؤيدين إلى أحزاب وتيارات أخرى مشاركة. الأكيد أنه بعد سنوات على محاولات متكررة لحوار شامل تشارك فيه المعارضة الموصوفة بالراديكالية وصل الطرفان إلى قناعة باستحالة الأمر، وبالتالي قرر كل منهما الذهاب بأجندته الخاصة وفرض الأمر الواقع على الآخر في استمرار للعبة كسر العظم بينهما. فهل ينجح الحوار الجديد في تغيير قواعد اللعبة وخلط الأوراق وتغيير التحالفات وبالتالي الخروج من أزمة الثقة عبر نقل الصراع إلى نقطة جديدة يتغير معها اللاعبون؟ نتابع فيما يلي أبرز نتائج الحوارات السياسية التي جمعت بين السلطة والمعارضة في موريتانيا منذ بداية التعددية السياسية تسعينات القرن الماضي وحتى اليوم. شهدت موريتانيا عدة حوارات سياسية بين السلطة والمعارضة، كان أولها اللقاءات التي جمعت الرئيس الأسبق معاوية ورشيد أحمد الطايع بقادة حزب اتحاد قوى التقدم في العام 1998، وقد نتج عن هذا الحوار الاتفاق على إدخال نظام النسبية في انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، وقد دخل بموجب هذا الإصلاح 11 نائبا من المعارضة إلى البرلمان. وفي إبريل 2005 دعا حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة إلى لقاء تشاوري بين الأحزاب المؤيدة للحكومة وأحزاب المعارضة، وقد قاطعه حزب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة مسعود البلخير، وأطلق على تلك الأيام المواطنة والديمقراطية. وفي المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بولي الطايع أقيمت أيام تشاورية في أكتوبر 2005، وأطلق عليها الأيام الوطنية للتشاور، شارك فيها جميع الطيف السياسي وأسفرت عن إجماع حول الانتخابات والمسار الانتقالي. وفي 2008 بعد الإطاحة بالرئيس السابق سيدي ولي الشيخ عبد الله نظمت المنتديات العامة للديمقراطية، قاطعتها جبهة الدفاع عن الديمقراطية والتي كانت تضم حينها أحزاب التحالف عادل اتحاد قوى التقدم وتواصل، بينما شارك فيها
في البداية حزب التكتل قبل أن يعود لمقاطعتها، وقد أفضت إلى توافق حول طرق العودة إلى النظام الدستوري في غضون أشهر. وفي 2009 نظم حوار داكار الذي نجح في الوصول إلى اتفاق سياسي برعاية دولية يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأطراف المساندة للمجلس الأعلى للدولة والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب التكتل. وقد تمخض عن هذا الاتفاق إجراء انتخابات رئاسية توافقية. وفي 2011 نظم ما سمي وقتها بالحوار الوطني بين بعض من أحزاب المعارضة التي ستشكل فيما بعد كتلة المعاهدة والأغلبية، وأدى إلى تعديلات دستورية وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات بصفة دائمة. وذلك الحوار ومنذ ذلك الحوار تبذل جهود وتجرى اتصالات وتعقد اجتماعات بين الأطراف السياسية الموالية والمعارضة دون الوصول إلى أي نتيجة حتى الآن. إلى موضوع مختلف، حيث قررت الصحف الورقية في موريتانيا الاحتجاج عن الصدور ليوم الأربعاء بغية لفت انتباه السلطات والرأي العام إلى الوضعية المأساوية للصحافة الورقية التي تحتضر حسب بيان صادر عن مبادرة ناشري الصحف. المبادرة دعت كافة الصحف المستقلة إلى الالتزام بالقرار الذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات إنقاذية عاجلة، منبهة إلى ضرورة الشروع في تطبيق المخرجات الصادرة عن الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة التي انعقدت في وقت سابق من العام الجاري. نتابع. الصحافة الورقية المستقلة في موريتانيا تستعد لوقف صدور ابتداء من الأربعاء في وقفة احتجاجية مقابلة قرار السلطات الموريتانية القاضي بوقف البنود المخصصة في الميزانية العامة للدولة لدعم الصحف من خلال الإعلانات والاشتراكات الصحفية. قرار السلطات شكل صدمة لعدد من ملاك الصحف الورقية، إذ اعتبروه ينذر بإفلاس بات وشيكا للصحافة الورقية في ظل معاناة أكثريتها من مشاكل في مصادر التمويل. إشطاري، الأخبار، الفجر، جرائد من بين أخرى أرادت لفت انتباه السلطات والفاعلين الوطنيين والشركاء إلى المرحلة التي تمر بها الصحافة الورقية، وسط دعوات متابعين إلى الرفع من مستوى المادة الإعلامية وخاصة الصادرة عن الصحف الورقية. الصحافة الورقية بعد عدة لقاءات مع رسميين موريتانيين ومسؤولين عن الحقل قررت الدخول في احتجاج نظرا للمشاكل الجمة اللي تعاني منها، اللي من أبرزها حتى الآن وجود مطبع رديئة لإخراج ورديئة الشكل، غياب شركة توزيع، غياب دعم، وأخيرا القرار الحكومي غير المسبوق في المنطقة بمنع الصرف في بند الإعلانات والاشتراكات. ضمن مجموعة من الصحفيين شاركنا في أيام تشاورية بالتشارك مع والتشاور مع الحكومة والسلطة الموريتانية، لكن للأسف منذ أزيد من شهر أو شهرين تقرير هذه الأيام في عندنا لم يسلم، يترتب أي شيء على التوصيات التي صدرت في مختلف المجالات، ولو تم العمل بهذه التوصيات لحلت المشكلة أصلا. قرار السلطات الموريتانية وقف الدعم المخصص للصحافة الورقية المستقلة بررته جهات موالية بدخوله ضمن إجراءات تنظيمية ترمي لإعادة ضبط وهيكلة الدعم العمومي الموجه لقطاع الإعلام عموما والصحافة المستقلة بشكل خاص. الصحافة عبارة عن مرآة المجتمع، الأساس أنها مرآة المجتمع وجنود مجندة، ولا بد للمجتمع منها. يا غير يا الله يعود الصحافي يعرف والمتلقي يعرف ان خير الحقيقه ان المصدر اهم من الخبر. هذه الصحافه الورقيه تكتب مقالات اللي تبحث فيها هذه ما عندها مرجعيه. خطوة الصحافة الورقية الاحتجاجية التي تأتي للفت الانتباه إلى الواقع الذي وصفته الصحافة بالصعب، خطوة تأتي أيضا بعد عوامل مؤثرة تضافرت خلال السنوات الأخيرة كانت السبب الأبرز وراء توقف عشرات الصحف عن الصدور، فيما تبقى البقية تحت تهديد الأوضاع. محمد لمين والمحمد المامي، قناة الساحل، نواكشوط. قالت وزارة الوظيفة العمومية إن المسابقة التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي لاكتتاب 110 إداريين ومفتشي خزينة موجهة بالأساس للعمال غير الدائمين لتسوية أوضاعهم، لذلك اشترطت الخبرة والتكوين. أضافت الوزارة أن 10 من المكتتبين يدخلون في إطار الاكتتاب الداخلي، في حين سيكون نصيب حملة الشهادات 40 و60 من نصيب العمال غير الدائمين، لذلك تم اشتراط 5 سنوات من التجربة وكشف راتب من الخزينة على المتقدمين لهذه الفئة.
في موضوع ذي صلة، تظاهرت مجموعة من حملة الشهادات أمام القصر الرئاسي بنواكشوط مطالبين بإنصافهم فيما يتعلق بالاكتتاب، وأضاف المتظاهرون أن المسابقة تشترط الماتريز فما فوق، في حين أنهم درسوا في النظام الجديد الذي تحل فيه شهادة ليسانس محل الماتريز. جاي بس متكلم بنيابة عن الزملاء قضية إقصاء حملة ليسانس لعدلة الوظيفة العمومية، نعتبره إقصاء جائر وهزلي من حيث الاكتتاب. نحن كحملة شهادات ليسانس لماذا ما يعدلون موازية، لماذا ما يعدلوها موازية للمتريز؟ هما كاملين سلك ألف، لماذا؟ ها السؤال، نقول الوزارة المعنية ترد على السؤال. ثانية أخرى، لماذا يطلبون من هذه 5 سنوات؟ هاي 5 سنوات جائرة، لماذا 5 سنوات جائرة ونحن جايين بدية؟ طالبين من الجهات المعنية تنظر في القضية من جديد بعين حكيمة رزينة، ما هو بطريقة هزلية عائمة تخبز القضية بطريقة ما مفهومة. وعقب ذلك هم اللي ردهم البارح اللي هي الوظيفة العمومية، ما هو مقنع بالنسبة لنا احنا حملة النص. لماذا يعطوا فرصة لأهل الماتريز ولا يطلبوا منهم 5 سنوات هم أهل الماستر؟ لماذا ما يعدلون احنا نفس الشيء نحن أهل الليسانس؟ احتضنت وزارة الاقتصاد والمالية بنواكشوط جلسة لعرض النتائج الأولية للدراسة الجدوائية الخاصة بإنشاء قطب تكنولوجي في موريتانيا يكون حاضنة للشركات العاملة في القطاع في المستقبل. الدراسة قامت بالتعاون الفرنسي بالمساهمة فيها عبر إحدى الشركات المتخصصة بتقنية الإعلام والاتصال. الاجتماع يدخل في إطار العمل الحكومي الدؤوب والمتواصل للدفع بتنمية البلد، ويعتبر الاجتماع الثاني المنظم في هذا الإطار ما بين مجموعة أتوس وتعاون الثنائي الموريتاني الفرنسي بخصوص إنشاء قطب تكنولوجي يهدف سيشكل مستقبلا إن شاء الله حاضنة للعمل التقني في موريتانيا. طبعا هذا الاجتماع كما قلت هو الاجتماع الثاني من أجل إعداد دراسة الجدوائية ومراجعتها من أجل العمل على خلال السنة القادمة إن شاء الله يبدأ إطلاق هذا المشروع في مرحلته الأولى التي يتوقع أن تبدأ. التقى عضو البرلمان الفرنسي من أصول إيرانية بوريا أمير شاهي أفرادا من الجالية الفرنسية بنواكشوط في مقر السفارة. الفرنسيون عبروا عن ارتياحهم لما تنعم به موريتانيا من الأمن والمعاملة الطيبة التي يلقونها في البلاد، لكنهم في المقابل انتقدوا طريقة الحصول على الإقامة مطالبين بتغيير الإجراءات المعتمدة من الحكومة الموريتانية للحصول عليها. ويقوم النائب الفرنسي الداعم للقضايا العربية بزيارة لموريتانيا، سيلتقي خلالها مسؤولين حكوميين وبعض قيادات المعارضة. إلى لاهايخ الهولندية، حيث حكمت محكمة الجنايات الدولية بالسجن 9 سنوات نافذة على المتهم بهدم أضرحة تمبكتو الأثرية في مالي أحمد الفقي المهدي. المتهم اعترف بمشاركته في تدمير الأضرحة المدرجة على لائحة التراث العالمي إبان سيطرة جماعات إسلامية مسلحة على الشمال المالي في 2012، وطلب من الشعب المالي الصفح. نعود إلى موريتانيا، حيث يصبح الطريق المحاذي للمحيط الأطلسي هو الطريق الواحد الأوحد السالك لمن يريد الذهاب إلى المدينة والقرى المجاورة لها في أقصى الجنوب الغربي لموريتانيا في موسم الخريف. وضعية تفرض على المسافرين إلى المنطقة مراعاة ظاهرة المد والجتر في المحيط الأطلسي التي تستمر كل منها لساعات، وهو ما قد يعني الانتظار حتى يحين موعد الجزر. تقرير في الموضوع. الطريق إلى انجاغو لا يشبه الطريق إلى روما، فليست كل الطرق تؤدي إليه خصوصا في موسم الأمطار، حيث يزداد منسوب مياه النهر وتغمر السيول طريق كرمسين انجاغو الذي يكون سالكا في الفصول الأخرى، ما حتم على القادمين إلى هذه البلدية النائية والواقعة في أقصى الجنوب الغربي على الحدود مع السنغال المرور عبر الطريق المحاذية للمحيط رغم خطورتها. فصل الخريف ما موجودة أي طريقة تنقبل، ما هي طريقة هي يرقمنا عليها الحال بين اللي ما الطريق التحتانيه كامله غامرت في المياه ولا خارج، ما هو طريق البحر. طريق زينه، طريق البحر زينه، منين تراه واكح زين، يا مو زين ما كيف وشي، ويا مو ما هو زينه صعيب، يعطي 6 ساعات طالع و6 ساعات قال.
لم يبلح عبدي بعد بإيجاد سيارة تقله إلى حيث يريد، لكن ذلك لم يمنعه من تكرار المحاولة مغتنما فرصة تراجع الأمواج التي تدوم 6 ساعات كما هي في حالة المد، وهو الوقت الذي يمكن للسيارات أن تسلك طريق المحيط. أما السيارات التي لم تأتي وقت الجزر فعليها الانتظار 6 ساعات أخرى. أنا هون تحرى وتات جاء أقول لي جايات من 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 قبل جايات من أمبويو وعد نواكشوط في اللي الطريق اللي دخلاني اللي الفقانية اللي واخذ كرمسين بها الصحاب اللي ذرك الديق ما هو مقفور والوسن ذر الناس ذركاتي لا تأخذ إلا الشط والوساني أنا مثلاً حلا شو ذي واتجاه قاع جاء مثلاً من قبله. أهل جاكو رغم تعايشهم مع هذه الظروف إلا أن لديهم آمالا كبيرة في حل مشكلة العزلة التي تقيد حركتهم في فصل الخريف. في لحظة الجزر بلغة أهل المحيطات تسلك السيارات هذا الطريق المحاذي للمحيط من وإلى بلدية جاكو التي ليس لها من منفذ سواه خصوصا في موسم الأمطار. عساو لطالب عمر، الساحل تي في، شاطئ جاكو. شكرا عيسى. نهاية أخبار الساحل، تذكر بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشرف على انطلاق الحوار الخميس بقصر المؤتمرات والمنتدى والتكتل يتمسكان بموقف المقاطعة. الصحف الموريتانية تقرر الاحتجاج عن الصدور الأربعاء وتطالب بالشروع في تنفيذ مخرجات الأيام التشاورية لإصلاح الصحافة. منطقة جاكو بولاية ترارزا عزلة في موسم الخريف والطريق الوحيد يخضع لظاهرة المد والجذر في المحيط. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت ساحل.tv. هذه تحياتنا في أمان الله.